جزاكم الله خير. المستمع من سوريا مقيم بالكويت أحمد بن موسى الفالح يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي هل من السنة أن يصلي الشاب ركعتين ليلة زفافه قبل دخوله بزوجته؟ وإذا كان يسن له ذلك فماذا يقول فيهما من دعاء أفتوني مشكورين مأجورين؟ نعم، ورد عن السلف أنه إذا دخل ما ليس قبل الدخول، وإنما إذا دخل وخلى بزوجته يصلي ركعتين لما في ذلك من العبادة وشكر الله سبحانه وتعالى، وأيضا يدعو بأن يصلح الله شأنه ويصلح هذه الزوجة ويجعلها مباركة عليه، إذا فعل هذا فلا بأس. نعم.